مولاتي الملكة، توفيت الجميلة جيانكسي. ماذا حدث؟ لا أدري ما الذي حدث بالضبط. قيل إنها مناسبة الشهر الأول لميلاد ابنتي الجميلة ييفانغ، ولم يذهب أحد لتهنئتها سوى الجميلة جيانكسي. وفي الصباح التالي وجدها الناس مشنوقة وميتة في القاعة الرئيسية للقصر. ماذا؟ ماذا سمعت أيضا؟ مولاتي، أنا... لا تخافي، لا تخافي، أخبريني. سمعت أيضا مولاتي أن الجميلة ييفانغ تريد أن تكون الأولى في هذا القصر، وأن الملكة مشترك معها في ذلك. حاضر. ولدي، ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ جلالتك، هل ماتت بهدوء؟ جلالتك، أتذكرين عندما جئنا إلى داي للمرة الأولى؟ العديد من الأشخاص ماتوا في فترة قصيرة. كم هي متغيرة الحياة. أتفق معك. لا أدري كم من الأيام بقي أمامي. جلالتك، لا أحب أن تتكلمي على هذا النحو. عليك رعاية الأمير الصغير. لا تحاولي أن تواسيني. مهما قلت من أكاذيب تظل أكاذيب. للأسف مرضي خطير. الطبيب ماذا قال؟ وماذا يقول؟ يطلب مني أن أرتاح في السرير. في الواقع لست خائفة من الموت. هناك أمران يشغلان بالي، لهذا أريد أن أطلب منك أن تساعديني أختي العزيزة. فقد قدمنا معا. أرجوك قولي. في حياتي تمتعت بثروة وسلطة كبيرتين، لذا لا أندم على شيء. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن أتساهل بشأنه هو ولدي الأمير. جلالة الملك لديه ولدان، لوزون وابنتك، ولكنها محظوظة لأنك أمها. ولكن الأمير، لكن الأمير في حال توفيت. أرجو أن تعتني به لأجلي. لا تسمحي للآخرين بالتحكم به. ثقي بي، أعدك بالاعتناء بالصغير. أعرف ذلك جيدا. العناية به ستشكل عبئا عليك. شقيقي متهور. لا أعرف إلى متى ستستمر عائلتي. هذا سؤال
لا يمكن لأحد أن يجيب عليه أبداً. إن انحدرت أسرتي إلى منزلة أقل، أرجوك أختاه، أرجوك أطلبي من جلالته ألا يقحم الأمير بذلك. جلالتك أختاه، أتوسل إليك، عديني بذلك، عديني. سأنفذ. بيكسين، اعتني بالأمير، هناك الكثير من الأثرياء، لكن عندما طلبت منهم الدفع لم يفعلوا. بعد إذن جلالتك، قال الأغنياء إنهم لم يحصدوا جيداً هذا العام، بالإضافة إلى الضرائب لم يتبقى لهم الكثير. لم يتبقى لهم الكثير؟ أم لا يريدون المساهمة؟ لا يريدون المساهمة. جلالتك، هل نتابع؟ كلا، سأهتم بالأمر بنفسي، يمكنك المغادرة. حاضر. دائما ينظرون بإخلاصهم، ولكن عندما احتجتهم لم يتقدم أحد. جلالتك، ماذا هناك؟ نحتاج للكثير من الأموال لتدريب الجنود، قللنا من النفقات وذلك لا يكفي، وأرسلت أحدا لطلب الأموال من الأثرياء في الدولة، ولكن مضى شهر ولم نجمع سوى 1000 جيان، وهذا لا يكفي. الآن ماذا علي أن أفعل؟ أخبريني. صعب أن تطلب إخراج النقود دون سبب واضح، إنما لابد من وجود طريقة. لديك طريقة؟ لنطلب من المغول التنكر كلصوص والسطو على بيت أو بيتين، فالأغنياء سيخافون على ممتلكاتهم ويخرجونها، وبذاك الوقت نرسل من يقترض منهم الأموال وأنها ستعاد مع فائدة، وخزينة الدولة آمن مكان لحفظ تلك الأموال، كذلك سوف يطمعون بالفائدة. عظيم، هذا عظيم، لكنهم سيظنون أنني أستغل وضعهم. أردت أن أقوم بحل المشكلة، لا تفكر بأي شيء آخر. تعالي. لما لزون هنا؟ جلالة الملكة متعبة قليلاً، فلذا طلبت أن أعتني بالأمير. جلالتك، سوف تشعر بالسعادة لو ذهبت إليها. أين سيدات البلاط؟ جلالتك، جلالتك، أنت متعبة، انسي الشكليات، تعالي اجلسي، انتبهي. كيف وجدت الوقت لتزورني اليوم؟ انشغلت بأمور الدولة في الأيام الفائتة، لم يتوفر الوقت لزيارتك، وعند توفر الوقت أتيت. أين سيدات البلاط؟ أين الخدم؟ كنت مشغولة بعمل ملابس للزون، وسألوني إن كنت أرغب بالشاي أو الماء، صرفتهم لأنني لا أحب أن يتواجدوا حولك عوائق. انظري إلى نفسك، أنت ضعيفة جدا، أما زلت مريضة؟ لماذا
لا تتركين عمل الحياكة للخدم؟ لأنني مريضة، أريد عمل عدد كبير من الثياب للزون، لأنني لا أعرف ماذا يمكن أن أقوم به لأجله. جلالتك انظر، هذه الملابس أنا جهزتها للزون، يمكنه ارتداء هذه في عمر السنة، وهذه يرتديها في عمر السنتين، وهذه في السنة الثالثة، وهذه يرتديها في السنة السابعة، وهذه تكفيه حتى العاشرة من عمره. عندما يكبر ستكون هذه الملابس مريحة جدا له. توقفي عن التفكير. قال الطبيب إنك على ما يرام. عندما تشفين سأطلب من ييفانغ أن تعيده لك، لا عليك. قد لا أعيش لأرى ذلك اليوم. أنا أعتذر لأنني خيبت أملك. جلالتك أنت تبكي. هذه الدموع من أجلي؟ أنا سعيدة، كنت أتخيل دوما أنه ذات يوم عندما أستطيع أن أكون الجميلة، وعندما أفرح بوجودك قربي أصبح تلك المرأة التي تحتل قلبك. ولكن الآن بعد رؤيتي لهذه الدموع بالفعل راضية وممتنة لك. أعدك عندما تشفين سآتي لزيارتك أكثر، سأعوضك عن كل شيء. جلالتك أنا أعرف ييفانغ امرأة طيبة، ستعامل اللزوم جيدا، لكن الأم أحن على ابنها بكثير. إذا يوما رزقت بصبي أرجو أن تظل مهتما بلزون، سيكون يومها دون أم، لا تجعله وحيدا، عدني. أعدك جلالتك أنا أشعر بالنعاس، هل يمكن أن أنام على كتفك؟ عندما أستيقظ سأرى لزون وسأخبره أنني أحبه، أحبه كثيرا كثيرا. حسنا، عندما تستيقظين سنذهب سويا لنراه. أنا أعدك.
احترامي جلالتك. دعك من الشكليات أختاه، اليوم أنا هنا لأشكرك، لأشكرك على اهتمامك بلوزون، أراحني ذلك، أنا مدينة لك. جلالتك لقد صرت بخير، لابد أنك شفيتي. نعم شفيت، كل الألم والقلق غادراني، الحب والكره ينبعان من القلب، لكن عندما يتوقف القلب عن الخفقان ويستعيد الروح باريها، عندها علي أن أذهب يا أختاه. أرجو منك أن تسلكي الدروب التي لم أسلكها وتجربي ما لم أجرب، لأن أهم شيء للإنسان ليس أن يفوز أو يخسر، المهم أن يعيش في هذا العالم بكرامة. جلالتك أين تذهبين؟ أنا ذاهبة إلى قدري، ما دام لديك وجهة تذكريني، أهم شيء أن تعيشي بكبرياء. جلالتك، جلالتك. جلالتك. سيدتي، سيدتي، ماذا هناك؟ توفيت الملكة. موت الملكة فطر فؤادي. أمه أرجوك عودي لمجلسك، ترأسي الجنازة. أمه أعرف أنه ذنبي، أرجوك عودي. ماذا حصل؟ وافقت على الرجوع؟ ظل الملك راكعا أمام القصر يوما كاملا، وجلالتها رفضت مقابلته. يبدو أن القلوب غير صافية، لابد أن جلالته حزين، حزين أكيد بموتها، وخصوصا أن أمه لم تدرك إحساسه، لابد أنه سيغرق بالحزن. وماذا سنفعل إذن؟ سنوكايت العربة، سنذهب للقصر. أمه، 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 أعرف أنني أخطأت، الذنب كله ذنبي. أمه أرجوك عودي للقصر. أمه الذنب ذنبي، أرجوك، أعلم أنني مخطئ، أتوسل إليك. أمه جلالتك، لما أحضرته؟ أنتم خذوه من هنا. حاضر. هو أمير داي، وهي جدته الملكة، يجب أن يؤدي واجبه. مولاتي أظنه صغير على تقديم الواجبات. سنعلمه صغيرا ليعلم الذي عليه فعله، لن ننتظر حتى يعتلي العرش ليتعلم واجباته. أنزلوني. يفانغ، هناك بعض الكلام بيني وبينك. أنت فعلا جريئة بحيث تهددينني بحفيدي هذا. لا أجرؤ على ذلك،
الملكة أتمنتني على الأمير، ووضعت في ذلك كل جهدي ومن قلبي وروحي، ولا أستطيع أن أفعل إلا ما فعلته اليوم. فهو في النهاية حفيدك، ومن واجبه أن يساعد في إقناعك في البقاء. أطلبي أن يريني إخلاصه، إنها خدعة أكبر منك أن تستعمل الطفل كدرع، هذا مقرف. لكن فكرة ضريح هذه دهاء كبير منك. جلالتك ذكية طبعا، بهذه الحال لما لا تسامحين الملكة وتعودين؟ بالطبع سأعود، بما أنني أعرف حقيقة إنشاء الضريح قررت العودة ذات يوم، والسبب الذي جعلني صامتة أنني لم أرد أن تكتشف الإفشي شيئاً، ويبدو الآن الوقت المناسب لعودتي، وإلا سيأخذ قسم الحريم ملكك منك. أتطلع لعودتك جلالة الملكة. أنت ذكية بالفعل، منذ حادثة الكعك وأنا أراقبك، ليس في الحريم من تضاهيك، أنت ذكية ولا يستهان بك أبداً. أخشى حتى أن لوهينغ أصبح خاتماً حول إصبعك، لكنني سأعقد اتفاقاً معك، هل يهمك الأمر؟ ما هو جلالتك؟ بذكائك وحكمتك يمكنك مساعدة لوهينغ على تحقيق الأهداف. سأقايضك على موقع الملكة مقابل ولائك، ما رأيك؟ لفشي لن تعطيك أكثر من المال أو منصباً كوصفة شخصية، وهذا لا يقارن بمنصب الملكة. أذكرك هذا لن يكون القمة، إذا كنت مخلصة ومحظوظة لن تحصلي على منصب أعلى. جلالتك أشكر عطفك وأشكرك على كرمك. عديني، دعي منصب الأمير دون تغيير، وعليك أن تعتني به جيداً. أقسمي أنك لن تسعي وراء منصبه، وإلا فلتموتي وأنت واقفة الآن. أنا يي فانغ أقسم أمامك ألا أسعى أبداً خلف منصب الأمير، وإلا الآن مت بمكاني. حسناً، نلت مرادك، رافقيني إلى مجلس الطاووس. أمرك. أخبار جيدة مولاتي، لم يقم الملوك بأي حركة حتى الآن، أسلوبك الموقر أسكت البلاد كلها، لن يجرؤ أحد على الثورة. مولي، افتح الرسالة التي وصلت هذا الصباح واقرأيها للوزير. أمرك. ملك لوسيانغ وأمراء الولايات الأخرى قاموا بتطوير سلاح سري للقيام بثورة. ملك زهاو يوزع الأموال على الشعب ويتحالف سراً مع مودو. ملك داي وأمه هادئان للغاية، على عكس ما هو متوقع منهما. أيها القائد، هل السلوك الموقر يسكت البلاد ويردع الآخرين عن القيام بثورة؟ أعتذر، أعتذر مولاتي. ظننت أنك أصبحت ذكياً وأصلحت من تفكيرك، لذا أعطيتك منصب القائد الأعلى كي تحمي المدنيين كقائد للحرس الإمبراطوري. إذا لم تتمكن من التعامل مع هذه التوافه، كيف تكون مؤهلاً كقائد أعلى؟ أنا لا أريد أعذاراً. فكر بالأمر عندما تعود، أريد تقريراً. وفر هذا التملق لي، وإلا من الأفضل لك أن تستقيل من عملك، هل تفهم؟ أجل. قرأت كل الملفات ولم أجد أي مشاكل،
وأخبرتها بوضع لوسيانغ ووضع لو يو كاملاً. لوسيانغ اجتمع مع الدوقات والأمراء للاحتفال بعيد ميلاد أخيهم. ما المشكلة في ذلك؟ كيف وصفت ذلك الاجتماع بالسري؟ أما لو يو فقد اجتمع مع مودو من أجل التبادل التجاري. لماذا تظن الإمبراطورة أن هذا الاجتماع ضدها؟ لا أستطيع فهم ذلك، بالفعل لا أستطيع. أنت بالفعل أحمق. الإمبراطورة لا تريد أن تعرف تفاصيل حياتهم يا ذكي، وإنما تريد أن تعرف إذا كانوا يضمرون شيئاً ضدها. إنها حذرة وعنيدة، بالإضافة إلى الجواسيس المزرعين والمنتشرين في مختلف الولايات. أنت ابن أخيها والشخص الأكثر ثقة لديها، توقعت منك أن تأتي بشيء لم يأتي به الآخرون وفشلت. كيف لها ألا تغضب؟ هذا شيء طبيعي. ولكن أنا لم آتي بشيء مهم، ماذا سأفعل؟ ابحث عن شيء مريب، ابحث عن خطأ غير موجود. ها؟ انظر. ماذا؟ دولة داي تنشئ ضريحا. ما المميز بشأنه؟ ملك داي منعزل تماما ويسعى إلى الخلود والجميع يعلم ذلك. لا أتفق معك، فقد فكر كم هو حجم الضريح نسبة إلى حجم الميت. ماذا يريدون؟ إذن هل تشكين بشيء؟ هذا الأمر ليس مهما، فقط اذهب للإمبراطورة وقم بإبلاغي أن هناك ما يريب وستفرح كثيرا. يا إلهي أنت ذكية، يا لك من مستشارة رائعة. بوجودك معي من اليوم وصاعدا لابد أن يكون مستقبلي مشرقا كثيرا. هذا أكيد، حتى ولو لم أتزوج الإمبراطور فزوجي على الأقل هو الدوق. هذا صحيح، سأكون الدوق وأنت زوجة الدوق. سيدتي ما بك؟ جواسيس الإمبراطورة ليفشي متعددون، يجب أن نكون أكثر حذرا. وماذا سنفعل إذن؟ أي شيء سنوكايت، يجب أن نزور الضريح وإلا لن تصدقنا. ما زلت متعبا؟ لا تقلقي، على أي حال أعطاني الطبيب بعض الدواء، سأكون بخير. أخبرني كم يوماً ستغيب؟ إذا سار كل شيء كما يجب سأرجع في نفس اليوم. لماذا؟ تكرهين الفراق؟ من قال ذلك؟ أفكر فقط عندما يسألني الطفلان متى يعود والدنا، ماذا أقول لهما؟ هوني عليك، سأعود قريباً. وداعا. سنوكايت، سيدتي أوامرك. العربة بسرعة، ما أن ينطلق ننطلق نحن. إذا ذهبنا إلى هناك هل سيشك جلالته؟ سأقول بأني قلق على صحته وجلبت له الدواء. أجل. Thank you.
من هنا، تفضل جلالتك. كل شيء يسير على ما يرام. إذا استمرينا بتدريب الجنود بهذا الشكل، سيصبح جنودنا مؤهلين خلال أقل من عام ليخوضوا معركة. مولاي، ما بك؟ أتعاني من شيء؟ لا عليك، بعض السعال فقط. وصف لي الطبيب دواء، سأتناوله الآن. أوه، ذلك فظيع، لابد أنني نسيته. سيدي، حضرت الجميلة إيفانغ. أدخلها. حاضر. لماذا أتت؟ الجو بارد الليلة، لما أتيت؟ انظر، لقد نسيت دواءك. شكرا لك، محقة. هذا هو الضريح؟ نعم، سأخذك في جولة. هناك آلات الأفخاخ في كل مكان، احذري ولا تلمسي شيئا. إذا قام أحد بالمجيء ولمس شيئا سيموت ميتة عنيفة. هذه أفكارك؟ كلا، إنها أفكار يافو. بالفعل، الجنرال يافو يعتبر موهوبا، ليس فقط بالمعركة بل بإنشاء الآلات أيضا. أنت تمدحينني وأنا لا أستحق ذلك. حسنا مولاي، الأفضل أن أعود إلى البيت. حسنا، أراك لاحقا. والآن سوف أغادر. اهتمي بنفسك. أخبراني، ما الأمر الآن؟ هذه فكرتي أنا، وسيدة يفانغ لا تعرف شيئا. أنت مجرد سيدة بلاط، بدون دعم سيدتك كيف تقومين بكل هذه الأشياء؟ يفانغ، تبريرك. لا أجرؤ أن أقول أني لا أعرف شيئا. إذن ما هو التبرير؟ مجرد طائر، ماذا تريدني أن أبرر؟ جلالتك، لدي سؤال، طبعاً إن سمحت بذلك. قولي. في البيت الثلجي وعدتني ألا أبرر لك أي شيء بحياتي، فهل هذا الوعد قائم أم لا؟ أنا أريد الحقيقة. كل كلمة قلتها هي الحقيقة، ليس لي علاقة بهذا الحادث، لم أكذب عليك. إذن أعود لذلك الأمر معك. عمي، عمتي، أنا بخير. هل أنتما بخير؟ الجميلة تعاملني كأنني أختها.
ومع أنني أعيش في البلاط، إلا أنني أحس بأنني أعيش في بيتي. مجرد رسالة للوطن، لما الجلبة المفتعلة؟ إذا سمع الآخرون بهذا سيظنون أني خبيثة. لا أسمح لأتباعي بإرسال الرسائل. سيدتي على حق، لا نستطيع أن نرسل مباشرة للوطن حتى لا يشك بنا الآخرون. لم أتوقع أن أتسبب بمشاكل لسيدتي ييفانغ. أعتذر منك كثيرا. ليس ذنبك، ذنب شخص حساس بلا داعي. مولاي، أنا أعتذر، أرجوك عاقبني. يافو لم يقصد الإساءة، انسى الأمر. كلا، أزعجت جلالتك والجميلة، ويجب أن أعاقب على ما فعلت، أرجوك عاقبني. حسنا، اذهب للسجن الآن واطلب أن يجلدوك. حاضر. لا يوجد لدي عذر. عندما أتى الجنرال يافو إلى هنا ولد لدي بعض الشك، فبالرغم من كل شيء كلتاكما من بلاطهان، وخطوة واحدة خاطئة تدمر دولة داي. أتفهم الأمر ولن أغضب هذه المرة، ولكن أرجوك لا تشك بي مرة أخرى. لدي نوايا أخرى، جئت لأشكرك سيدي. على ماذا؟ لأنني غيرت الخريطة برسالة للوطن؟ افهمي جيدا، لم أقم بذلك لأجلك ولكن لأجل لوزون. قدمت للجميلة خدمة كبيرة لأنني أريدها أن تربي لوزون، أريدها أن تعلمه وتعتني به جيدا. أيها الجنرال، لقد عرفت مسبقاً أنها خارطة مزيفة للضريح. وماذا سيثبت ذلك؟ يثبت أن إيفانغ ذكية للغاية، وتعرف أنها مقارنة بكونها جاسوسة للإمبراطورة. سيدتي ليست هكذا، فهي تحب الملك. تحبه؟ وهل تحب الجاسوسة؟ ألا ترين ذلك سخيفاً؟ ارجعي وأخبريها أنه لا يهمني لمن هي وفية. هذه الخريطة تثبت شيئاً واحداً، أنها على علاقة ببلاطهان، وإذا عرفت الإمبراطورة أو جلالته فمن المستحيل على إيفانغ أن تثبت براءتها. إذا أرادت أن تعيش بسلام هنا عليها أن تحسن معاملة لوزون، وعندها سأبقي هذا السر في داخلي طوال عمري. هل فهمت؟ نعم فهمت، وسأرسل رسالة للإمبراطورة. بعد كل ما جرى فذلك مفيد لداي، ولكن إياك وخداعي. أيها الجنرال، اعتقدت أن هذا هو دواءك، ولكني كنت مخطئة. أنت جريح، ولكن لا ينفع معك أي دواء. أي دواء؟
عمل جيد. بهذه الخريطة إذا قامت داي بأي عمل لن أقلق بشأن ذلك. أترين؟ قلت لك إن هناك شيئا مريبا. أسكت وتوقف عن التفاخر بنفسك. متى ستجلب مستشارك إلى هنا؟ أريد أن أراه. مستشاري؟ ليس لدي مستشار. هل تظنني أصدق أنك أصبحت ذكيا في ليلة وضحاها؟ ها؟ من هي؟ إنها ناسكة ولا تقول لي متى ستأتي أو متى تذهب. هذا رائع، لكن يجب عليك أن تتعلم كيف تصبح ذكيا فيما بعد، وإلا ستكون عائلة ليف بلا فائدة. لن أخذلك يا عمتي، لن أخذلك. قالوا إن الحظ يخدم الأغبياء. غادر وخذ مكافأتك. أشكرك يا عمتي. آسفة مولاتي، هناك أخبار سيئة. اهدئي وأخبريني ما الأمر. جلالته مفقود. ماذا؟ اذهبي وابحثي عنه فورا. مولاي مولاي مولاي، أنت مولاي يا مولاي. أين أنت يا مولاي؟ أين أنت يا مولاي؟ أين أنت يا مولاي؟ مولاي مولاي، أين أنت؟ جلالتك مولاي، إذا لم تسكت سوف أقطع رأسك الآن. حسنا سأسكت كما تريد. خذني كل يوم لألعب. ولكن إذا عرفت الإمبراطورة الكبرى بذلك ستقطع رأسي. لن تعرف بالأمر وتظاهر بأنك لم ترني، وأخرجني سرا من القصر وأعدني في الصباح، ولن تعرف جدتي بذلك. إذا عصيت أمري سأقطع رأسك. حاضر. كيف أتى إلى هنا؟ توقف عن هذا الإزعاج.